لقد عرفت العلاقات الجزائرية الهندية نمواً معتبراً خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد حجم التبادل التجاري ارتفاع ملحوظ مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم، ليفوق حجم المبادلات 1.9 مليار دولار أمريكي، حيث تعتبر الهند تاسع شريك للجزائر، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبعة للسنة الجارية عتبت 1.4 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل صادرات بلادنا نحو الهند ما قيمته 780 مليون دولار، وهو ما يجعلها في المركز 11 لقائمة شركاء الجزائر. بينما بلغت الواردات الجزائرية 610 مليون دولار، لتصنف الهند في المرتبة 12 بقائمة موردي الجزائر. ورغم كل ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس بتاتاً حجم القدرات التي يزخر بها البلدان.